حبيت ندير لكم الفرق بين الحوانت هنا في الماريكان والحوانت تاعنا. بون اليوم شريت ستريكو ها هنايا بون 67 دولار. هنايا حاط لك كي تشوف البي حاط لك هنا 10% اوف 10% تخفيض كي تعطيه الايميل تاعك. ولا هادي اسمها 10% شغل كي تعطيه اسمها الايميل تاعك واللي يبعث لك جديد. هادي شغل داخله في الماركتينغ كيبعث لك واش كاين سلعه واش كاين كذا منا منا تسخف زيد تعود تروح تشري ماشي تروح يعني كيدير لك التخفيض. هاي هنايا ناقص 6.70 دولار. المهم زيد تجي لهنا هاي لادات اللي فيها شريت في الماريكان يبداو ب كيبداو بالشهر ومن بعد النهار ومن بعد شريت الفانتايا دوز. الشيء المهم اللي حبيت نعتو لكم هو هنايا هاو يقول لك اليوم الاخر اللي باه تقدر ترجع فيه التريكو هذا وكا ما عجبكش. هاو هنايا حتى الفيفري 19 فيفري من هنايا قلنا يبداو بالشهر 19 فيفري من هنا عندك 60 يوم. انا شريتو لو 21 من ديسمبر وجانفي فيه 31 31 تما كي تنقص القاعه 19 فيفري تما يكملو 60 يوم عندك الحق باه تردو كون ما عجبكش. حنا عندنا في البلاد تشريه الصباح كون ترجعو له لاخر تما العشيه يقول لك سي بون صاي دراهم دخلوا كل لاكاس ما يزيدوش يخرجوا. مع السلامه.